اخدك ونروح على وزارة التموين. وزارة التموين اعتمدت مجموعة من العقوبات ضد محطات البنزين اللي بتلعب في السعر. الله، هو في محطات بنزين بتلعب في السعر؟ يبقى على رأي البرنامج إياه، ما تيجي نشوف. طيب ناخد معانا على التليفون استاذ محمد صعد الله، مدير مديرية التموين بالاسكندرية. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ. ازاي الصحة؟ معلش انا طولت حبة، لانه يعني اكيد حضرتك تلاحظ انه هذا الاعلام المعادي مستمر الحقيقة في هجوم ضاري يحاول ان هو يلعب في ادمغة المصريين. بس خليني بقى افهم ايه حكاية التلاعب في الاسعار دي يا فندم؟ والله هو طبعا حضرتك عارف ان المواد البترولية النهاردة بقت من اهم السلع الضرورية بالنسبة للسوق المصري. ايوه، والدعم طبعا فيها مع تغير الاسعار العالميه، فالى حد كبير طبعا بقت في فروق اسعار عاليه الدوله بتتحملها عشان المواطن يقدر نوفر له السلعه بالسعر المناسب. كويس. كان صدر قرار من معالي وزير التموين، القرار 96/2023، ده صدر في تاريخ 14/6. احنا عندنا محطات البنزين بيبقى فيها العديد من المخالفات. المخالفات اللي موجوده بيع بهذا الطبع من السعر الرسمي المعلن، وفي بقى مخالفات ممكن المواطن العادي ما ياخدش باله منها لكن هي محصوره بالنسبه لينا احنا كتموين. يعني عندنا تصرف في الحصه المقرره للمحطه او جزء منها، في تجميع بغرض اعاده بيعها، في بعض المخالفات الاخرى برضو موجوده. يمكن حضرتك دلوقتي بتقول ايه، هو في محطات بنزين بتبيع المواد البتروليه بسعر اعلى من السعر الرسمي؟ اجي اقول لحضرتك اه في، وخاصه سلعه السولر والبنزين 80، لان السلعتين دول بالذات تحديدا مدعمين بمبلغ اكبر من البنزين 92 و95. طب بيلعب في سعرهم ازاي يا فندم؟ بيلعب في سعرها ازاي؟ يعني ترمبة البنزين او ترمبة المحطة يعني بيبقى متحدد عليها السعر مسعرة وكله تمام. هو بيبقى في بعض الشركات وبعض المصانع اللي بتحتاج للسولر وما بيبقاش معاها تسريح رسمي من الجهات التموينية، فممكن المحطة هنا تتلاعب وتبيع له الكمية اللي هو محتاجها بسعر اجل من السعر الرسمي بتاعها. في الحالة دي بيتم ضبطه وتحرير مخالفة في هذا الموضوع. دي بقى بيسحبها من الصهريج على طول. بمعنى ايه؟ احنا عندنا حضرتك في مصانع وشركات بتاخد تسريح من مديريات التموين عشان تاخد حصص من السولر. في بعض المصانع الكبيره بيبقى عندها الكرارك اللي هو بتاع نقل البضاعه والاوناش والحاجات ديت، المعدات ديت ما بتطلعش تمون وترجع. فبياخدوا تسريح ان هم يصرفوا كميات من السولر بيتم الاحتفاظ بيها في المصنع او في الموقع دوت عشان يستخدمها للمعدات اللي عنده. مظبوط. فهنا لو ما فيش تسريح ممكن هو يتعامل مع اي محطه وياخد من زي ما بيقولوا سوق سودا ده. يعني القرار هنا حط، اتفضل يا فندم. اتفضل. القرار هنا حط وجزأ المخالفات اللي في المحطات. لو ابتدينا وقلنا لو باع المواد البتروليه بالازيد من السعر الرسمي ليها العقوبه بتاعتها، بيحصل فرق السعر بتاع الماده اللي باعها ديت عن الكميه اللي باعها في خلال اليوم، وبيوقف الشحن لمده اسبوع، او بمعنى ادق بنوقف العمل بتاع المحطه لمده اسبوع. طيب لو عاد وكرر المخالفه ديت في خلال سنه من تاريخ المخالفه الاولى بيحصل ضعف الفرق وبنوقف المحطه لمده شهر وهكذا. ده بالنسبه للبيع بقى. لكن الجزء الثاني بقى اللي هو موجود وممكن بيتم فيه اللي هو التصرف في جزء من الحصه او الكميه كلها، بنختلف هنا بقى، بنتفق العقوبات بتاعتنا. اذا تصرف في جزء من الحصه او الكميه كلها بناخد فرق السعر بتاع الكميه اللي اتصرف فيها وبيوقف الشحن بتاعه لمده اسبوعين. لو قررت للمرة الثانية في خلال سنة بناخد ضعف الفرق وبنوقفه 3 شهور وبنديله انذار بإلغاء الترخيص. لو قررت تكرار ثاني في خلال السنة، يعني كده بقت تالت مخالفة في خلال السنة، بنلغي الترخيص وبيحصل فرق السعر بتاعه. ده بالنسبة للتصرف. في مخالفة ثانية اللي هي التجميع. لو احنا دخلنا محطة وجردنا لقينا الكمية اللي فيها أعلى من الكمية المزرعة في السجلات، معنى كده إن هو جمع كمية بالظبط عشان يعيد بيعها في السوق.
هنا بنعليها على الكمية اللي موجودة عنده في المحطة ونسجلها له تاني وندفعه ثمنها ونوقفه شهر. لو قرر بنلغي الترخيص بتاعه وناخد القيمة المالية بتاعت الكمية اللي هو جمعها. ده بالنسبة للمخالفات بتاعت المحطة. طب بتشوفوا أستاذ محمد إن دي عقوبة رادعة؟ يعني مخالفات تانية زي ما بقول لحضرتك عندنا المصانع والشركات السياحية وما إلى ذلك دول بياخدوا تسريح من مديريات التموين. لو ثبت إن هم خدوا تسريح بموجب مستندات غير صحيحة بندفعهم قيمة الكمية اللي خدوها وبنلغي الحصة بتاعتهم. طب بتشوفوا ان دي عقوبة رادعة ولا انه العقوبات محتاجة تغلظ اكتر من كده؟ بص حضرتك النهارده لما بتيجي نتكلم على الوقود احنا بنتكلم في كميات كبيرة، يعني المحطة بتصرف بال 3000 طن بال 4000 طن. ايوه لما نتكلم في فرق سعر مثلا بنتكلم الرطل مثلا ب 11 جنيه او ب 12 جنيه هتلاقي المبالغ بتصل لملايين. فطبعا دي عقوبات شديدة، إلى جانب إيقاف المحطة لمدة أسبوع وأسبوعين وشهر وثلاث شهور وبعض الحالات بيتم إلغاء الترخيص، دي طبعا عقوبات رادعة جدا. دي حاجة، الحاجة الثانية برضو مع العقوبات لازم بنبص إن إحنا عايزين برضو يبقى في توازن في السوق، ما ينفعش نغلظ العقوبات ونلغي محطات كتير، وإحنا برضو في نفس الوقت محتاجين تواجد هذه المحطات، لأن برضو بتخدم المواطنين، يبقى في توازن في العقوبات يعني. لكن هي عقوبات طبعا في حد ذاتها عقوبات رادعه جدا. يعني في بعض المخالفات، يعني في مخالفات كتير بقى. يعني عندنا في مخالفات بنلغي فيها الترخيص من تاني مخالفه على طول. زي مثلا لو زي يعني مثلا في شكاوي كتير جدا ساعات مواطنين بيقدموا شكاوي يقول لي انا رحت مونت لقيت عربيه بتقطع كشفت عليها لقيت البنزين مثلا مخلوط بميه. او مخلوط بسولر. فخلط المواد البتروليه هنا دي مخالفه. بنوقف المحطة لمدة شهر ولو قررت عقوبة بنلغي الترخيص بتاعها. ودي اعتقد المخالفة دي منتشرة وبتيجي كتير شكاوي من المواطنين. ده كان غرضي الحقيقة، انه العقوبات انا شايف ان هي متدرجة بشكل ثلاثي، الا في العقوبة الأخيرة هي ثنائي. يعني مرة التانية الغي. ليه ما خليش العقوبات الأولى أيضا ثنائية؟ مباشر على المواطن بقى هنا في الحتة دي. يعني هنا بقى المواطن هو المضرور أكتر من الدولة كمان. يعني ممكن خلط المواد ديت ممكن يسبب ضرر للسياره بتاعت مواطن، ممكن يسبب في حريق، ممكن يسبب في ضرر نفسي كمان. فعشان كده العقوبه هنا بتاخد ايقاف شهر بس، ولو قررت بتلغي على طول من غير الترخيص بتاعه. هو برضه حاجات ثانيه زي برضه بيجي شكاوى يقول انا رحت فولت مثلا لقيت عربيه خدت كميه كبيره والعربيه ما بتاخدش الكميه دي، يبقى في تلاعب في المعايره او في العداد بتاع الرطل يعني. بس سيادتك المخالفات دي برضو بتعمل لها عقوبة إيقاف أسبوع، ولو قرر بنوقفها أسبوعين وبنعيد المعايرة تاني بتاعة العدادات. يعني هيبقى في تنوع، وفي المخالفات محصورة كلها بالنسبة للمواطنين، إذا كان خلط مواد بترولية، إذا كان تلاعب في العدادات، إلى جانب بقى الشغل الخاص بالتموين بقى بتاع الحصص اللي بتصرف عن طريق المدرجات أو الحصص اللي بتصرف المحطات ومتابعتها إذا كان في تجميع تصرف. فكل المخالفات اللي ممكن تكون موجودة في محطات الوقود القرار دوت شمالها بكامل وحط ليها عقوبات متدرجة زي ما حضرتك بتقول كده، نشوف علشان نقدر نجيب حق الدولة وحق المواطنين. أصل العقوبات الأولى بصراحة أنا أشوفها أكثر فداحة، أو الأدق الجرائم الأولى، لأنه هو بيضر بالمواطن وبيضر بالدولة مش بس الدولة، لأنه من ناحية هو إذا كان بيجمع فهو ده معناه ان هو بيسحب المواد البتروليه من محطات تانية، فالناس تروح تتكدس المحطات التانية ويتقال لهم اصل ما فيش، او بيتلاعب في العداد ويتلاعب او يبيع بره السعر الرسمي عشان يدي بعض المصانع او الشركات الخ الخ الخ. ففي النهايه خالص انا كمواطن مش هاخد احتياجاتي من الماده البتروليه، وفي نفس الوقت كمان هو بياخد فروق في الاسعار لانه بيبيع سوق سودا، فهو عمليا ضرب لي الدوله وضرب لي مصالح المواطن. عشان كده انا كنت بقول انه التدرج في العقوبه بدل ما هو ثلاثي يبقى ثنائي، لانه الجريمه الاولى اكثر فداحه. الجريمه الاولى لو طرحت حضرتك فيها عقوبات ماليه، يعني الجرائم الاولى اللي حضرتك بتقول فيها تدرج دي فيها عقوبات ماليه، العقوبات الماليه دي يعني قويه جدا مش ضعيفه. فدي بحد ذاتها كافية ان هي ترضعه مرة واثنين، لازم يرضع.
والدولة بتاخد حقها المالي مضاعف. يعني إذا الطرف التنمية الثاني مرة بياخد ضعف القيمة المالية وبيتوقف مدة زمنية. فبقى فيها عقوبات مالية. العقوبات الثانية ما فيهاش عقوبات مالية. فيها إيقاف وإلغاء على طول. مفهوم. هي الخلط أو التلاعب المعين. طيب يا مسهل شدوا حيلكم اكتر. اشكرك جدا يا فندم، كل الشكر. ربنا يخليك يا رب. اشكرك يا فندم استاذ محمد سعد الله، مدير مديريه التموين بالاسكندريه.